أثابكم الله. يقول السائل: بعد انتهاء طوافنا في العمرة سعينا بين الصفا والمروة، لم نحلق بالموس ولا بالمكينة، وإنما قصصنا قصاصات متفرقة من الشعر وخلعنا الإحرام، ولدينا رغبة في الحلق، فهل يصح الحلق بعد خلع الإحرام؟ وإن لم نحلق فهل القص الخفيف من الشعر بعد انتهاء السعي صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كنتم قصرتم من جميع جوانب الرأس هذا يكفي، أما إذا كنتم أخذتم من جانب فقط ولم تستكملوا جوانب الرأس فعليكم أن تعيدوا ملابس الإحرام وتقصروا أو تحلقوا ثم تتحللون من العمرة. نعم.